لا شو بدك خرفت ولا تخرفت لا مساء الخير اهلين شو كيفك الحمد لله اليوم عيد ميلادي بعزمتك لعنا عقبال الميت سنة حبيبتي بس انا في عندي ضيف ايه ما مشكله بنعزمه كمان طيب ثانية بس اوكي اهلا وسهلا فيكم يا هلا فيكي مدامي اهلا عقبال مية شامي شكرا مع اني زعلانه منك ليش ليه ما قلتي لنا قبل انه عيد ميلادك كنا جبنا لك كادو حلو خلص اعتبريها وصلت شكرا كثير حبيبه قلبي صحي ما عرفتكم الروائي سامي اهلا وسهلا الست فريده ناشطه نسائيه والشامو طبيبه نفسيه اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا شكرا على فكرة أنا رجل نصير للمرأة وبكرة بالتلفزيون في عندي لقاء بهذا الخصوص بتمنى حضرتك تشوفي الرجال بيعتبروا آرائهم بضاعة للتسويق بيتركوها عند عتبة باب البيت شبنا ماما اليوم عيد ميلادي يلا خلينا نشعل الشموع شو رأيكم يلا شكل الجلسة ما رح تكون سهلة أبداً